والصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. حضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اليوم المبارك 27 أكتوبر 2020 بالمكتبة المركزية للمجمع القديم جامعة قلمة نجلس جلسة علمية لمناقشة ملف التأهيل الجامعي للمترشح الدكتور ياسر فركوس، أستاذ بقسم التاريخ كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية جامعة 845 قلمة، بحضور اللجنة، لجنة المناقشة المشكلة من الأستاذ الدكتور شايب خدادرة رئيسا، أستاذ دكتور رمضان بورغدا عضوا، دكتور جمال ورتي من جامعة سوق هراس عضوا، دكتور روابحي العياشي من جامعة باجي مختار عنابة عضوا. بعد قطع مشوار المرحلة الأولى للمترشح المتمثلة في تقارير الخبرة للخبراء الثلاثة الأوائل، الأستاذ دكتور شرقي محمد من قسم التاريخ جامعة قلمة، الأستاذ دكتور مؤمن العمري من جامعة قسنطينة 2، والأستاذ دكتور قاسم يوسف من قسم التاريخ جامعة قلمة. بعد عودة التقارير الإيجابية وهو شرط أساسي وصلنا إلى هذه المرحلة الثانية وهي جلسة المناقشة التي سوف يتعاقب عليها أعضاء اللجنة الماثلة أمامكم، ويسمحوا للزملاء أن نرتب تدخلات. وطبعا من تقاليدنا في هذه الجامعة أن نبدأ بضيوفنا الكرام، سيكون المتدخل الأول إن شاء الله الدكتور جمال ورتي من جامعة محمد الشريف المساعدية في قهراس، ثم نعود إلى جامعتنا إلى الأستاذ الدكتور رمضان بورغدا، ثم إلى جامعة باجي مختار العياشي الدكتور العياشي روبحي، ثم يتدخل الرئيس في آخر المتدخلين. وجرة التقاليد كذلك احترام لهذه القوانين والنصوص التي تنظم مثل هذه المناقشات، ستعطي الكلمة للمترشح الدكتور ياسر فركوس لعرض نشاطه العلمي خلال الفترة الممنوحة له، والتي بالنسبة للدكتور ياسر هو حاصل دكتوراه نظام ألم دي، وبالتالي قطع يبدو لي 3 سنوات ليس كذلك، وأصبح الآن مرشحا للترقية لرتبة أستاذ محاضر أليف بعد طبعا المناقشة والتقييم من قبل الزملاء الأعزاء الآن. وبالتالي سنعطيك الكلمة في فترة وجيزة تعرض علينا أهم نشاطاتك خلال هذه الفترة. وقبل أن أعطيك الكلمة أرحب وأشكر الدكتور عمر عبد الناصر رئيس القسم الحاضر معنا هنا، والضيف الذي جاءنا من سوق هراس أستاذ بالقسم قسم العلوم الإنسانية، وكذلك والد المترشح وهو الحاج صلاح فركوس الذي شرفنا اليوم بحضوره. إذن لو يسمح لي زملائي إن شاء الله نحاول حتى نحدد الوقت إن أمكن، مش نربع الوقت، ممكن 20 دقيقة نكون زنين ممكن تكون كافية، وخاصة ونحن في مناقشة تأهيل وليس دكتوراه، يعني وحتى لا أدخل في خصوصيات كل المتدخل. إذن مباشرة الكلمة للأستاذ المترشح الدكتور ياسر فركوس، تفضل. بسم الله.